يا مرحبا بأصدقائي، أنا أحمد فاخوري مقدم برنامج تريندينج. أشكر كل من أرسل إلي الرسائل المباركة في هذه المناسبة، وهي مناسبة أنه مرور 3 سنوات على انطلاق هذا البرنامج على الهواء مباشرة. انطلق في 4 أكتوبر في عام 2017. 3 سنوات من العمل في برنامج واحد وبشكل يومي كثيرة. عالجنا فيها الكثير، الآلاف من القصص، الآلاف من القصص التي أنتم صنعتموها، زودتمونا بها. قصص جميلة، قصص مضحكة، قصص مأساوية. لا أتذكر كثيرا منها سوى بعض القصص. كثير من الأمور تغيرت خلال هذه السنوات، ليس في الشكل، فمن خلال الشكل تعلمون أن شاشة تريندينج ما زالت تعذبني وتنغص علي. صغرت مرة، انتقلنا فيها لمدة عام تقريبا إلى استوديو فيه شاشة أصغر لكنها كانت تعمل بكفاءة كبيرة، ثم تغير الاستوديو لكن هذا اللون الزهري ما زال موجودا. هل تحبون هذا اللون الزهري أم علينا أن نغيره؟ ما الذي تغير أيضا؟ كرشي كبر كثيرا ثم صغر ثم كبر ولم يصغر. ما زلتم تعلقون على حذائي البني الذي أحبه وهو مريح؟ لن أغيره. الساعة البرتقالية تغيرت بسبب أنني عطلت 3 منها، 3 ساعات تعطلت بسبب أني أنساها في يدي عندما أغسل يدي، وهي رخيصة جدا، تعلمون قصتها. لكن الشيء الذي تعلمته خلال السنوات 3 من التعامل معكم وصناعة القصص لكم، أنني لا أعرف ما هي القصص التي تعجبكم. لا أستطيع التوقع، فكثيرا من الأحيان أتوقع أن تنال قصة ما إعجابكم وأن تحظى بملايين المشاهدات، لكنني أكتشف أنني مخطئ. فقط 10,000 يتفرجون عليها، والعكس صحيح. أحتقر قصة وأقول إن هذه القصة لا تصلح سوى لتعبئة الوقت، وأرى الملايين منكم يتابعونها. أحاول أن أعرف مزاج المتابعين لكنني دائما أفشل، ويبدو أنني سأتابع بالفشل بالتوقع، توقع مزاجكم. لكن أود أن أستمع منكم إلى بعض الاقتراحات. 3 سنوات على نفس الرتم، على نفس الشكل. مثلا إذا أردتم أن تغيروا شيئا في البرنامج، ماذا تريدون أن تغيروا؟ اقترحوا عليه. إذا أردتم أن تغيروا في الشكل، في المضمون، ما هو نوع القصص التي تحبونها، التي تودون التواصل فيها؟ علقوا على الموضوع. هل تودون أن يتغير توقيت البرنامج مثلا؟ لأنكم سئمتم من العبارة التي أقولها عند الثالثة. إيه؟ الثالثة. على كل حال، سعيد جدا أنني ما زلت معكم، وربما أستمر في تقديم البرنامج لسنوات أخرى، من يدري، لكي ألقاكم عند 3 بتوقيت غرينتش. إيه؟ الثالثة.